انا عندي النهارده ارتكاب معصيه، اتقاء لفتنه امر مشروع. لو انا مسكت 200 300 واحد من قيادات الاخوان وانا بقول لك وحط الفتوى في رقبه عالم اللي هو انا ويخرجوا هم غانم سالم، يتم اعدامهم فورا. لا لا لا. والله يا بيه اسمع ده، انت يا بيه اسمع، انت خد مني يا بيه، يا بيه دقيقه واحده بس، انت النهارده بتحمي شعب 92 مليون، بتحمي مليون كيلو متر مربع موجود. بلاش نشنقهم، تعالى يا عم خدهم حطهم حاكمهم، حطهم في شرق العوينات، ابعد وفصل الناس دي عندنا موجوده. يا بيه انت في ثوره، يا بيه انت في ثوره، يا بيه ثوره، يا بيه ثوره، ما ينفعش. انت في دوله قانون برضه فيها اختيار، لو انا يعني لا هو الاختيار اللي احنا خدناه بيه من يوم الثلاث 25 يناير 2011 حتى يوم الحد 30/6/2013 كان اختيار خاطئ، وثبت ان احنا كنا خاطئين. ثبت بده، ثبت ان مجموعه الشباب اللي نزلوا يوم 25 كان منهم من بعض الافراد اللي خرجوا وقالوا يسقط حكم العسكر، اللي رجعوا تاني قالوا هاتوا العسكر، نوع احنا كنا لسه مغيبين، الدنيا مش واضحه قدامنا، انما يا بيه في 200 300 واحد بيحركوا هم دول.